البنات، اليوم ان شاء الله درس جديد وفيديو جديد اللي هو شبيكة على ثلاثة المرات وتضريس ديال المغلف على جوج، يعني تضريس صغير كيجي صراحة أنيق وشكل جديد ونوع آخر من التغيير. نبدأ بسم الله على بركة الله. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله فيديو جديد على الحبكة وفوق منها الدرس المغلف. نبداو بسم الله على بركة الله. طريقة ديال الحبكة انا راني سبق لي درتها في فيديوهاتي في القناة، ولكن بهذه الطريقة نعاودها معكم ان شاء الله. في واحد الفيديو انا كنت شرحت لكم الا بغيتوا الحبكة تجي كبيرة كديروا جوج دورات، ولا كنتو بغيتوها صغيرة كديروا غير دورة واحدة بهذا الشكل. ديري ثاني جوج دورات كتجي هكا الحبكة باينة. الا بغيتوها صغيرة كديروا غير واحدة. هاد التدريس هذا كيجي في الكمام صراحة كيجي غزال. كيجي على شكل طبقات، بغيتو تديروه بالالوان او لا بلون واحد، مهم انا غنديرو لكم وتفهموا المبدأ كيف ما كنقول دائما، ولكم الابداع. نستمر ندير هكا واحد سطير باش نرجع فوق منه ندير نفس هاد الخدمه. داكشي علاش قلت لكم انا الا بغيتو ديروا بلون واحد او لا جوج الالوان. نستمر على هاد الطريقه حتى ندير واحد شويه ونرجع لكم. ها هي البنات، بعد ما درت واحد شويه من الحبكه ها هي كتجي على هذا الشكل، كتجي شويه كبيره وعاطيه ها هي البنات، بعد ما سالينا هاد الحبكه هذه بهذا الشكل هذا باش تجينا كبيره، دابا غنديروا الحبكه ديال العاديه ديال واحد باش ما تجيناش ثاني العيون يبانوا كبار ديال الشبيكه. عاد نديروا فوق منها كما قلت تضريس مغلف، نجيو بهذا الشكل نضربوا في هاد الدقه اللي حداها، نديروا خيط اخر، نجيو ديريكتومون نخدموا. هذه هي الحبكه الاولى باش ما تجيناش شبيكه مفتحه بزاف، وكنبقاو خدامين على هاد الطريقه حتى كنديروا الجزء الثاني. داكشي علاش قلت لكم انا بغيتو ديروا بجوج الالوان اولا ديروا غير بلون واحد، ولكم الاختيار. عفوا هكا وكنستمروا حتى كنساليو الدوره ديالكم اولا القب، وهذه احسن حاجه كتجي غير في الكمام. انا غنكمل ثاني الجزء الثاني ونرجع معكم باش نديرو الجزء الثالث ثم التضريس ديال المغلف. ها هي البنات، شتي كتجي بحال هذا الشكل، بحال الا كنديروا مربعات فوق بعضهم، وصراحه شكل زوين وانيق وسهل حتى في الخدمه، يعني بالنسبه للمبتدئات غتجيهم شي حاجه اللي خفيفه وسهله وعاطيه للعين. نستمر هكا حتى كنكمل. هيا بعد ما كملت هذه اخر وحده نرجع نضرب في الثوب حتى هذه بهذا الشكل، نضرب في الثوب بهذا الشكل وندفن هذاك الخيط كيف ما كنقول لكم دائما ما بين هذوك جوج طروفه ديال الثوب باش نرجعوا نخدموا ثاني للجزء الثالث. هذا هو الجزء الثاني في الشبيكه ديالنا. غنبداو ثاني الجزء الثالث، غنجيو مباشره لهذا الراس هذا ونضربو. نركب ثاني خيط واحد اخر، انا غنخدم البنات بنفس اللون باش يجي باين لي في التصوير.
نديرو خيط اخر. دابا غنجي تاني لهنا، دائما نقطه البدايه، ما غاداش نبدا من هاد الحبكه التحتانيه، لا غنبدا من هاد من هادي بهاد الشكل، وندير تاني الحبكه ديالي هذيك اللي درت الاولى اللي فيها غير دقه واحده هكا. غنجي تاني لهاد البلاصه، ندير تاني هكا، ندير الحبكه ديالي. ودائما اللي كنسمى نقول لكم البنات، فاش تبداو التضريس في الكمام دائما كنخليو هذاك سنتيم ديال لوغلي اللي غادا تجمع بالماكينه او لا براندا نيت، المهم كتخليو واحد سنتيم عاد كتبداو الخدمه ديالكم، لان الشيء الاخر كله كيمشي غير فاش كنبغيو نجمعو الجناب ديال الجلابه ولا القميص هكا. وكنستمروا بهذه الطريقه. المهم انا الطريقات ديال الحبكات بجوج فايت لي شرحتهم في فيديوهاتي الاولى في قناه رندا ام هيثم، كتجي على شكل مربعات كديروها بالعدد اللي بغيتو. انا بغيت نديرها لكم هاد المره غير بثلاثة. المهم كما كنقول دائما المبدا، وانتم راه كتبدعوا في الحاجه، يعني كل واحد على حسب ذوقه، كل تشوفوا كل حاجه شنو اللي كتجيكم فيها زوينه. هكا دائما غير دقه، وكنرجعوا نديرو هي كتجيك غرزه، لان الخيط دائري وكتخشي من تحتها وكتجري وكتميلي لهاد الفاص، باش بحال الا بحال كتنعس بحال كتميليها، كتضبي غرزه وكتجمعي يدك كتزيري باش يجيك المربع بحال هكا صغير. علاش انا ما بغيتش ندير كما الاولى بجوج؟ لان غيجينا المربع كبير وغادي تجي الشبيكه كبيره بزاف، هذاك الشيء علاش انا درت غير بوحده. كنستمر انا في هاد الشبيكه هادي حتى الاخير، نرجع نديرو فوق منها تضريس المغلف. هيا البنات، بعد ما درت هذيك الشبيكه على ثلاثه المرات، المره الاولى اللي كتجي حبيك على الثوب، مهم هاد الدقات هادو هما اللي كيتحكموا في شنقول لك في مدى الاتقان ديال الخدمه، باش كيجوك الاخرين كيجوك في نفس القياس وفي نفس العبار. نبداو دابا بسم الله على بركه الله، درت المغلف فوق من هاد الشبيكه، نديروه نشدو الدقه الاولى الثانيه الثالثه، وغنبداو دابا التضريس ديال واحد. بغينا نديرو المغلف على ثلاثه اولا على جوج، يعني بحسب الكبر اللي بغيتو. انا دابا غنديرو غير على جوج، غنديرو بحال هكا جوج لويات. انا التضريس ديال واحد وجوج وثلاثه راه ديجا سبق لي حطيته في القناه ديالي في فيديوهاتي الاولى وبشكل اخر. ملي غنديرو البنات السنينه ديال واحد وجوج وغنطلعوا فيها، دابا غنحبكو فوق من هاد التضريس، وغنحاولوا ما امكن كنقادو هاد الشيء بايدينا بهاد الطريقه حتى كنغلفو تضريس كامل، غير هو ما كننزيروش يدينا بزاف باش ما تجيناش الخدمه مجموعه في الفوق. غنضربوا دابا هذه اللي وراها، عفوا ضربوا في الحبكه اللي وراها، وغنبداو مباشره تضريس ثاني ديال هكا سنينه ديال واحد. نرجعو فيها، نديرو سنينه ديال جوج. كما كنقول دائما نحاولو نجمعو يدينا في التضريس باش كيجينا واقف ومزير. هيا فاش كنكملو الاول والثاني
كما قلت كنحبكو، كنحاولو نقادو هذا بإيدينا. هاد الشبيكة صراحة كتعطي واحد المنظر زويون، كتعطي واحد النوع ديال الاختلاف. هيا نعاودو نضربو في هاد الشبيكة، نبداو مباشرة، ماشي نقزو مباشرة باش ميجيناش واحد الفرق ما بين هادي والأخرى. نعاودو الثانية، طلعو نديرو سنينة. راه انا كنشرح كيما قلت واحد الدرس في قناتي بالتفصيل وبشويه، يعني ببطء كيما كنقولوا باش كتفهموا الطريقه هكا. وكنستمروا بهذا الشكل حتى كنكملوا لكم كامل. هنا نزيد نخدم معكم واحد جوج لويات. وهاد التدريس راه كيما قلت لكم بغيتو تخدموه على ثلاثة ولا على أربعة على حسب الكبر اللي درتو، وانما دابا لان كاينه شبيكه يعني عندها واحد الارتفاع، نكتفيو غير بهذا على جوج، تدريس المغلف على جوج باش كيعطي واحد الحلاوه وما كيجيش داك الشيء ثاني طخو شارجي هكا. جوج ديال ثلاثه الحبكات باش كنغطيو هذاك التضريس كامل. فوالا انا غدا نخدم شويه ونرجع نوريكم الشكل النهائي. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي للتضريس ديال المغلف بالشبيكه. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك واشتراك وطبيعه الحال تفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد فيديوهات راندا ام هيثم. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا الدرس، وتسنوني في الدرس المقبل ان شاء الله فيديو جديد ودرس جديد من دروس الراندا.